لازم نشوف الأمور صح ونشوفها صح عشان نوصفها صح عشان نعرف نتصرف صح. إيه اللي بيحصل ده وليه بيحصل؟ طب ما كان بيحصل أيام الصحابة ومجازر، واللي كان بيندفن وهو حي، واللي كان بينقطع راسه، واللي كان بيتجر على رمضاء مكة، واللي كان ده وكان ده. آه طيب بعدين ورح ثبته. إيه اللي بيحصل الأيام دي؟ تبص تلاقي حاجة من الاتنين. أنا بتكلم علينا دلوقتي، مش هتكلم عليهم، اتكلم علينا على الأمة الإسلامية. قلت له خلاص ما بقتش قادرة أشوف المناظر، رقم اتنين حالة من الاكتئاب الشديد، رقم تلاتة لأ خلاص يعني كان الأول وبتاع وكده، وكل واحد عاد لحياته تاني. كارثة كارثة لو ألفنا المشهد، كارثة. إيه اللي بيحصل؟ حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة. إيه؟ ليميز، اسمعوا، ليميز الله إيه؟ الله يفتح عليك الخبيثة من الطيب. لازم يبقى فيه ميزانية، لازم يبقى فيه طرف حق وطرف باطل. طيب خلاص عرفنا طرف الحق وطرف الباطل، رقم اتنين يعني اللي بيحصل لنا ده طبيعي؟ طب والانتكاسه النفسيه؟ طب والناس اللي مش قادره تتعامل؟ طب ومش عارفه تقول لك مضادات اكتئاب الصحابه الفرق ما بيننا وما بينهم ان كان هم عندهم القران. طب تعالى ما اقول لكم بلاش الصحابه، اللي فرق بيننا وبين اهل غزه ايه؟ ثبتهم اسلام رئيس ولا البنت اللي هي الامريكيه وغيرها 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 كتير. بسبب ايه؟ ايه الام اللي ميت لها 3 و4 و10 و20 احنا بنروح نعزي وهم موجودين في كاش شهير وبشاك اهو، نروح نعزي بال20 يعني عيلتهم. تقول لك ايه كم من عيلتك يا ابني ب20؟ ليه ما هم بيبقوا مع بعض عيلات بال50 مع بعض. يقول لك لا طب ما تتفرقوا، قال لك لا لا نعيشوا سوا يموتوا سوا، فنروح نعزي بالكميه دي. فلما ليه في اهل غزه ثابتين الثبات ده؟ وتقول الحمد لله، تكون راضي بس يا رب، ارضى بس يا رب. فلما يرضى الله عز وجل على الامر بالشكل دوت، ايه اللي في قلوبهم؟ انتوا فاكرين المخيم اللي كان في الصيف اللي قعد فيه اهل غزه صفوه الحفاظ يسردوا القران جافت سرده في جلسه واحده من الفجر للعشاء؟ هم نجحوا، هم نجحوا، نجحوا في اختبار الدنيا، فاصطفاهم الله عز وجل. ليه لا يسال عما يفعل؟ ليه للتمايز؟ ليه؟ عشان احنا في فتنه الدهيماء حاليا، أكتر فترة على الأمة الإسلامية فيها ضعف وخذلان هي الفترة دي. أكبر فترة الأمة ضعيفة فيها، مش قادر الجار الجنوب أهو مش قادر يدخل كوباية مية. ليه؟ عميل صهيوني، وبكرة نشوف فيه، بكرة أفكركم. والتاني عميل من أجداده اللي باعوا الأرض وسلموها الناحية التانية. طب إيه الوضع؟ هنفضل في العملة ده كتير؟ لا نقدر نغير.